هل ده نعتبره مبرر يا كابتن عادل، ان احنا لما بنتكلم عن اداء سيء او اداء متوسط، بلاش سيء، اداء متوسط، يبقى بنتكلم عن اجهاد 100%، واحنا كلنا وحضراتكم عارفين لعبتوا وعارفين يعني ايه تلعب مباراه كل 3 ايام لمده شهرين او 3 او 4، فهل ده يعتبر مبرر للكابتن حسام للشكل او الاداء اللي ظهر بيه منتخبنا النهارده؟ هو اكيد هيبقى مبرر ليه طبعا، ولكن في نقطه عايز اتكلم فيها، انه ده وقت التكتيكس المختلف عن التكتيكس بتاعك كمدرب. التكتيك بتاع اللعب ممكن انت في بدايه السنه بتلعب بتكتيك، وممكن انت في نهايه السنه طالما عندك اجهاد يبقى مفيش طويل، لان الطويل بيخليك تعمل مسافات طويله وترجع. لازم يبقى اللعب يبقى قريب من بعض، نقل بالباص بالتحرك بالحاجات اللي هي بس ما فيش انسجام يا كابتن. ما هو يعني برضو ما هو هيجي هيرد عليك يقول لك ايه، طب ما هو انا ما جمعتش الفرقه، ده انا جماعه جاي يوم 27 ولا 28 التجمع، ولاعب الماتش يوم واحد في الشهر، يعني ما عادش 3 4 ايام. انا موافق، ولكن في نقطه، علشان كده بنتكلم على 5 اهلي 4 زمالك 1 اسماعيلي. ما هو ده بعد اسماعيلي واحد اتحاد جده طبعا، واحد اتحاد جده اللي هو حجازي، بس حجازي برضو قريب من لعيبه الاهلي ولاعيبه المنتخب. يعني خلي بالك كابتن اسلام، في الوقت الحالي حته التجانس، احنا يعني لعيبه الكوره ما بقاش زي زمان. التجانس ده بيعتبر مثلا انت بالفكر، تجانس بالفكر، انت لعبت معايا كتير واشتغلت معايا كتير واقدر ان انا اديك المهام، لكن انا بتكلم على تكتيك اخر الموسم، تكتيك الاجهاد في وانت بتلعب مباريات بتلعب مباريات تكتيك الاجهاد اللي هو ما توسعش المساحات قوي، ما تخليش الفرقه الثانيه دايما توديك لحته الجري الكتير، لحته الضغط عليك كتير، لازم يبقى انتشارك متوسط في 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 مساحات اقل شويه من المساحات الكبيره اللي انت بتشتغل بيها. ولكن في الاخر اقدر اقول لك في عذر للعيبه المنتخب طبعا.